الأطفال من العالقين بمنطقة فاصلة على الجانب السوري من الحدود. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جولة أوروبية محطتها الأبرز موسكو، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيا لإحياء عملية السلام في سوريا. ومن المقرر أن يلتقي كيري نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث يناقش الوزيران الأزمة السورية والأوكرانية والعلاقات الثنائية. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد قليلة. رئيس جنوب السودان يصدر عفوا عن المقاتلين التابعين لنائبه مشار الذين شاركوا في معارك جوبا. وتتابعون فيها أيضا، فرنسا تغلق السفارة وقنصليتها في أنقرة واسطنبول لدواعي أمنية. نتحول لمتابعة أخبار الاقتصاد مع زميل شهاب شعلان. إليك شهاب. شكرا أمل وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: الحكومة تعتمد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية في الأسواق. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق. من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي تقريرا بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد القمح، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون، حيث قامت بإحالتها إلى النيابة العامة وما زالت قيد التحقيق. أكد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة جاء طبقا لتوصية الاجتماع الوزاري بخصوص الحجر الزراعي الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وحضور وزراء الزراعة والتموين والصحة والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية، الذي أكد على الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وأضاف فايد أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة تم فيه الأخذ بالمواصفات القياسية المصرية وتقرير منظمة الفاو وهيئة الكودكس، حيث أكدت فيه وزارة الصحة بأن نسبة 5% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، موضحا أن القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت. عاد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل من الصين بعد زيارة استغرقت 6 أيام شارك خلالها في اجتماعات وزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 الذي عقد في مدينة شنغهاي. وقع قابيل خلال زيارته للصين اتفاقية تعاون مع الحكومة الصينية لدراسة وتنفيذ 18 مشروعا في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني.
التقى وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مع نظيره الأوغندي بمقر الوزارة في العاصمة الأوغندية كامبالا لاستعراض الأنشطة والمشروعات الجارية تحت مذكرة التفاهم الحالية بين الوزارتين بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار وبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين مستقبلا. وقال عبد العاطي إن مذكرة التفاهم المعنية بالمنحة بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية والمياه والبيئة الأوغندية خاصة بتنفيذ مشروعات تنموية موجهة للمجتمعات المعزولة في أوغندا، وكذلك الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية في ختام تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والأجانب، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم مؤخرا فضلا عن الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال العالمية والعربية، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3,700,000,000 جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 400 مليار و2,700,000,000 جنيه بعد تعاملات بنحو 653,500,000 جنيه. توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2017 بواقع 1,300,000 برميل بدعم من الطلب في الهند والصين. وأضافت الوكالة أنه رغم اقتراب موسم النفط من استعادة التوازن إلا أن ارتفاع المخزونات يشكل خطرا على استقرار الأسعار. من جانبه خفض بنك كريديت سويس تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط متوقعا أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى كبح نمو الاقتصاد العالمي والحد من تعافي أسعار النفط. قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يورستات اليوم إن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو هبط أكثر من المتوقع في مايو، ما يرجع في الأساس إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الطاقة. وأوضح يورستات أن الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو وعددها 19 دولة انخفض في مايو الماضي بنسبة 21% على أساس شهري، بينما زاد 0.5% على أساس سنوي. وتراجع الإنتاج الشهري بمنطقة اليورو في مايو لجميع القطاعات، وكان أكبر انخفاض في قطاع الطاقة الذي نزل فيه الإنتاج بنسبة 4.3%، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ بداية العام بعد ارتفاع إنتاج الطاقة على مدى شهرين متتابعين. إلى هنا مشاهدينا انتهت وقفتنا الاقتصادية، لكن البانوراما ما زالت مستمرة مع سحر وأمل. شكرا لك شهاب. ومن جديد، هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع وزير الداخلية نتائج زيارته إلى ألمانيا، ويبحث مع أبو الغيط الاستعدادات لعقد القمة العربية القادمة بنواكشوط. في اجتماعه الأسبوعي برئاسة إسماعيل، مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة الآثار الإسلامية. مطار القاهرة يستقبل أول طائرة في العالم تعمل بطاقة الشمسية، ووزير الطيران يؤكد دعم مصر للمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة. تريزا ماي تتولى رسميا رئاسة وزراء بريطانيا لتصبح ثاني رئيسة للوزراء في تاريخ المملكة. أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير عفوا عن المقاتلين التابعين لنائبه رياك ماشار والذين شاركوا في المعارك الأخيرة في العاصمة جوبا. في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم رياك ماشار نائب رئيس جنوب السودان أن ماشار انسحب مع قواته خارج العاصمة جوبا، وأنه لا يخطط لخوض حرب، داعيا لنشر قوة من خارج البلاد لتكون بمثابة قوة عازلة بين قواته والرئيس سلفا كير. من جانبها، أعلنت الخارجية الألمانية أن سلاح الجو الألماني يقوم بإجلاء الرعاية الألمان والأوروبيين والجنسيات الأجنبية الأخرى من جنوب السودان.
أعلنت فرنسا عن إغلاق سفارتها في أنقرة وقنصليتها العامة في اسطنبول حتى إشعار آخر وفق بيان للسفارة الفرنسية في أنقرة. وذكرت السفارة أن البعثات الفرنسية في تركيا تم إغلاقها اليوم لدواعي أمنية، وذلك بعد قليل من إعلانها بإلغاء الاحتفالية المقررة بمناسبة العيد الوطني في 14 من يوليو. وتواجه تركيا تهديدات أمنية كثيرة بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابية والذي ألقي عليه باللوم في هجوم استهدف المطار الرئيسي في اسطنبول الشهر الماضي سقط فيه 45 قتيلا ومئات الجرحى. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده قادرة على استعادة عناصر برنامجها النووي الذي توقف بموجب اتفاق مع القوى العالمية إذا لم تلتزم تلك الدول بتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق. وعشية ذكرى السنوية الأولى للاتفاق الذي أبرم بين طهران ومجموعة 5+1، قال روحاني إن انتهاك الاتفاق الذي قد يضر بمصالح دول العالم والمنطقة، ونص الاتفاق على وقف إيران لبرنامجها النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. استنكرت الصين بشدة ما ورد بالبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن ضرورة الالتزام بقرار محكمة التحكيم الدولي في نزاع بين الصين والفلبين حول بحر الصين الجنوبية. كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عن أمله في أن يكون حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بمثابة لحظة إيجابية تجاه حل القضايا القائمة في المياه المتنازع عليها. ما في لاهاي والذي قضى بأن الصين لا تملك حقوقا تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، مؤيدا موقف الفلبين في القضية في قرار مرتقب يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا. وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمنتجات البترولية خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المجاورة وهي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى. وردا على حكم محكمة التحكيم الدولي في لاهاي، أصدرت الحكومة الصينية كتابا أبيض بعنوان الصين تتمسك بالتفاوض لتسوية النزاعات العالقة بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبية. وأوضحت الوثيقة الرسمية أن جزر بحر الصين الجنوبي أراض صينية أصيلة. بكين لا تريد أن يكون بحر الصين الجنوبي سببا لنشوب حرب، بل تريد أن تجعله بحرا من السلام والصداقة والتعاون. لكن ما إذا كنا نحتاج لمنطقة للدفاع الجوي في بحر الصين الجنوبي؟ فبكل تأكيد من حقنا أن نفعل ذلك. من جهته أعرب الرئيس الفلبيني رودريكو دوتيرتي عن رغبته بتهدئة التوتر مع الصين والسعي إلى حلول مع بكين، فيما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حكم محكمة لاهاي ملزم قانونا لكلا الطرفين وأنه واجب النفاذ. بينما تتهم الصين الولايات المتحدة بإدكاء التوتر في بحر الصين الجنوبية، ورفضت البيان الأمريكي بشأن حكم المحكمة. الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي ينذر بتصاعد منطقة توتر جديدة في العالم، لا سيما أن التوتر في المنطقة اتخذ بعدا داميا في شكل متكرر، خصوصا مع اندلاع المواجهة بين الصين وفيتنام في عام 1988، ما أدى إلى مقتل العشرات من القوات البحرية الفيتنامية. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة، التفاصيل مع الزميل مصطفى مزار. شكرا سحر صبري وشكرا أمان نومان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام.